علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. من أول ثورة لهلا كان في غياب شبه تام لوسائل الإعلام التقليدية عن الداخل السوري، بشكل أساسي بسبب منع النظام للصحفيين من العمل، ومراحل لاحقة بسبب خطورة الوضع وممارسات بعض الكتائب المتطرفة وداعش. ووقعت مسؤولية نقل الأحداث على عاتق ناس عاديين رفضوا ظلوا ساكتين قدام اللي عم يصير. معظمهم اضطر لممارسة العمل الإعلامي بدون خبرة سابقة أو تدريب بأبسط الأدوات. وموضوع اليوم هو تطبيق تفاعلي للتدريب على مبادئ الإعلام والتقرير الإخباري. التطبيق انعمل بناء على حاجة الناس جوات سوريا لتدريبات على العمل الصحفي، وبنفس الوقت صعوبة توفير هي التدريبات. لهيك بيعتمد على طريقة تعليم تفاعلية بعيدة عن الملل وعن الأسلوب الإملائي الرتيب، وبنفس الوقت حجمه صغير وما بده اتصال بالإنترنت. التطبيق اسمه مبادئ القصة الإخبارية من استهدف إمدادات تل الناصر. هو عبارة عن قصة مواطن صحفي سوري عم يغطي أحداث بقرية اسمها تل الناصر. المتدرب بيمشي معه خطوة خطوة وبقرر عنه شو لازم يعمل. وبعد كل قرار بياخده المتدرب، التطبيق بيقول له إذا الخيار صح أو غلط، بيشرح له الأسباب. بيغطي التطبيق جوانب متعلقة بالإعلام بشكل عام مثل المهنية والمصداقية، وأمور متعلقة أكثر بالوضع السوري مثل الأمان والسلامة الشخصية والتعامل مع الناس ضمن الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها البلد. في كمان تركيز على جوانب تصوير وتحرير تقارير الفيديو. قبل ما ينعمل التطبيق تم التواصل مع ناشطين إعلاميين على الأرض وسؤالهم عن حاجاتهم، وبناء عليها تم تصميمه. هو موجه بشكل أساسي للناشطين أو المهتمين بالعمل الإعلامي بالداخل السوري كوسيلة تعليم ذاتي بدون حاجة لمدرب أو ورشة عمل، بس طبعا ممكن استخدامه بأي شكل مناسب. التطبيق حاليا ما متوفر بشكل مفتوح على الإنترنت، مشان ما يعمل منه نسخ يتم استغلالها لأهداف مؤذية للإعلاميين اللي عم يستعملوه. بس أي حدا بيهمه الموضوع أو بيعرف حدا قد يكون مهتم يبعث لنا رسالة أو يترك لنا تعليق، وبنعطيه كل التفاصيل بشكل شخصي. وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تتابعوا صفحة سوريالي على الفيسبوك وقناتنا على ساوند كلاود. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.